Très, très bien. Le plan de rémunération, déjà, déjà exécuté deux sociétés. Alhamdoulilah, 11 سنة ديال ديال مجموعة ديال الوظائف اللي درتها منهم خدمت في الخدمة الأولى الخدمة الثانية درت الفريلانس الحمد لله درت الشركة الأولى الشركة الثانية من بعد درت البقيرات درت الفلاحة وكنت كنقلب على شي اوبورتونيتي اللي تخليني أنني نستمر فيها طول حياتي غتسولوا ديما شنو الأسباب اللي كتخليني كل مرة نتبدل من بلاصة لبلاصة تو سامبلومون ما لقيتش هذاك الشيء اللي كنقلب عليه مازال ما كاينش هذا الكارير اللي غنستمر فيه واللي ما غنعاودش ندير شي حاجه اخرى ولهذا تعرفت على فوريفر في 2011 الحمد لله في نواحي في الاواخر ديال 2011 عن طريق واحد السيده صديقه ديالي امي ديالي غنقول الله يرحم بها الوالدين على لوبورتونيتي اللي كنتي سبب انك هزيتي التليفون وجلست معاك وعطيتيني الفكره وعطيتيني الخطر وجاوبتيني على الاسئله ديالي باش اخذت القرار صراحه من بين الحوايج اللي تاروا لي الانتباه في هذا الدومين هذا هما دو شوز اول حاجه هو البرودوي ثاني حاجه هو البلان دو رومينيغاسيون ملي كنقولوا البرودوي سي لو برودوي وكاين لو برودوي دو برودوي هو البلان دو رومينيغاسيون بيان سور هاد البلان دو رومينيغاسيون باش يتحرك ضروري خاصو يكون لو برودوي دو غران كاليتي جربت الحمد لله البرودوي لقيت عليه دي ريزولطا فريمون تال لي انتباه صراحه فريمون انايا توشاني بزاف علاش لانه كانت عندي اكسبيريونس مع الوالده ديالي الحمد لله ومعايا انايا مع لا تيت فامي فريمون برودوي توب دو توب اللي خلاني فعلا انني ريكومونديه البارطاجي بكل صدق وانا فرحان وانا ناشط وعاجبني الحال وهنايا بهذه العمليه بطبيعه الحال فوغافا كتقول لك هذا ريكومونداسيون راه عندك عليها واحد كاين في مورا واحد المخطط ديال المكافاه مخطط الحياه كتكافئ على العمل ديالك وعلى الجهد ديالك اذا هذا هو اللي كنفتقدوه حنا في الوظيفه ديالنا او في الشركه ديالنا هو انك ما كتكافئش على العمل ديالك بمعنى كتخدم والمكافاه كتكون ضعيفه وهنا غنشوفوا ان شاء الله البلان دو رومينيغاسيون وبغيتكم تكونسونطراو معايا مزيان ديروا الحزام السلامه لانه فعلا هذا البلان دو رومينيغاسيون غنشرحوا لكم بيان سور كما شفتوه وغنعاودوا ان شاء الله اليوم وهنايا صراحه سي لو طون غيسال البلان دو رومينيغاسيون على ما فكرتيش شنو باغي انت من فوغيفر حيت لو طون غيسال البلان دو رومينيغاسيون بقا تقول ويلي تو تي بوسيبل الحمد لله اي حاجه كاينه ما حد الدنيا كما يقول الله سبحانه وتعالى عطانا الدنيا عطانا مجموعه ديال النعم وهاد النعم كيقول باش تستمتع بها اذا باش تستمتع بها خاصك ثلاثه الحوايج خاصك الصحه خاصك الفلوس وخاصك الوقت داكوغ فوغافا في البلان دو رومينيغاسيون كيوفر لك الصحه كيوفر لك الفلوس ومن الفلوس كتنعم بالحريه باش كتولي ليبر كتولي خدامك الساعه بلا طون اذا على بركه ديال الله غنبداو ب هاد البلان دو رومينيغاسيون اللي كنشوفوا دابا فيه واحد الطريجات وغنرجعوا لواحد المساله حنا في الحياه ديالنا في الخدمه ديالنا العمل ديالنا ولا في المشروع في العمل تقدر تكون عندك سالير وتقدر يكون عندك كوميسيون في البروجي عندك مدخول واحد صافي هذا هو اللعب كلاغوسي هادشي اللي كاين بون باش انك تدير لاباس وهادشي اللي معروف قالك لي مليونير دار واحد الاحصاء عليهم بقاو عندهم كيقول لك باش لي مليونير دار الاحصاء قال لهم سولهم قال يعني باش نولي انا مليونير خصك يكون عندك على الاقل واحد السته ديال المصادر ديال الدخل داكوغ هذا هو المليونير ما عندوش مصدر دخل واحد داكوغ اذا لا بغيت نولي انا مليونير خصك يكون عندي على الاقل واحد السته المصادر ديال الدخل داكوغ هنا غنقدم لكم ان شاء الله هذه الفرصه هذه في بلوند رومينيغاسيون هو كيخدم على السته المصادر ديال الدخل اذا بريباري راسكم ان شاء الله باش توليو دي مليونير علاش كنقول هاد الهضره تو سامبلومون لان فوغافا 42 سنه ورجعت لنا دي مليونير اذا اول درجه غنهضروا عليها دابا حاليا باش كتبغي تهضر فوغافا هو الدرجه ديال نوفيس كاستمر نوفيس كاستمر هما دوك لي برودوي اللي عندك في الدار تو سامبلومون بدلهم لو برودوي ديال فوغافا بليزيور سوسيتي بين سوسيتي ولي برودوي كتاخذهم افيك ان روميز ديال 15% مزيان كيف ما كتشوفوا ليكزامبل هنايا يمكن لك انك تختار لي برودوي اللي بغيتي اللي كيتمشاو على حسب البوزوان ديالك درنا مثلا ديتوكس مع لي برودوي ديال ليجير غتلقى راسك حققتي واحد النقيطه لان كل برودوي عنده نقطه الصرف ديالو وفوغيفر بحكم كاينه اكثر من 160 دوله كاينه اكثر من 160 عمله كتغنحيد هاد العمله كامله وغندير عمله واحده سميتها كيس كريديت او نقطه الصرف شحال كتساوي نقطه في المغرب هي 300 درهم اوروبا 270 280 اورو تقريبا داكوغ اذا اي برودوي كنختارو عنده نقطه ملي كنكيمولي هاد لي برودوي كاملين كيعطوني واحد العدد واحد النقطه اذا فوغيفر الحمد لله دايره ان سي سي 3000 وهي اللي كتخليك تفتح لك المجال انك تكون في هاد الكراد هذا باش تطلع لكراد موالي تو سامبلومون شنو خصني ندير
اول حاجه شنو هي الميزه ديال الكرانت؟ هو بلاص ما انك تاخذ لي برودوي موان 15 كتولي تاخذ موان 35%. اذا كي غندير ليها فوغيبا درتنا واحد دو باك نوفيس كاستمر وكذلك بيرفكت ستار. نوفيس كاستمر 3700 درهم في 1.612 و بيرفكت ستار كيدير 4500 درهم. نورمالمون 300 اللي كتشوفوها دابا هذا كان ديال رمضان، يزادوا دي برودوي ورجعوا 4500 درهم 4500 درهم. اذا هاد لي برودوي هادو كتشوف انت شنو فيه كاين عندك البيزوان ديالك، واش في الباك الاولاني ولا الباك الثاني. هذا هو الجميل، والجميل في هادشي كامل عوض انك تبدا موان 15% هنا كتلقى راسك لا غوميز عندك تقريبا جايه 30%. هذا هو الجميل، ياك تبادي بروجي بادي بروجي اللهم شوف البيزوان هنايا باك كوم. بون شنو هي الميزه؟ هو انني طلعت في المرتبه مزيان. دابا كيقول لك انك تطلع للمرتبه المواليه اللي هو انيماتور. انيماتور لا غوميز ديال البرودوي عوض 35% كتولي 38%. انتم لاحظوا معايا 35% 3500 في 10000 درهم، بعتي 10000 درهم تربح 5500. بورتابل دابا الا بغيتي شي واحد شي روبوندور ولا درنا مثلا مول المحل غيبيع بورتابل، شحال كيربح بورتابل ديال 9000 درهم؟ شي نوت درنا مثلا ولا شي ايفون 400 500 درهم. لا طارت لاحظوا معايا 2000 درهم عندك تقريبا 3500 ولا طلعتي كراد موالي انيماتور 3800 درهم. داكوغ كيفاش غندير لهاد الكراد هذا؟ تو سامبلومون انا بديت كنخدم على واحد لوبجيكتيف معين اللي هو 4 سي سي. ضرب القطات تحط كاوبجيكتيف لان كتولي هي الباترون ديال داكوغ. كتحط اوبجيكتيف لانه في الوظيفه ما كتحطش اوبجيكتيف، الناس كيحطوك اوبجيكتيف، مي انت انت خصك تحط اوبجيكتيف. درنا مثلا تخدم على 4 نقيطات، وهاد 4 نقيطات حنا درنا لدي تشالنج الحمد لله، بعتي 4 نقيطات كتخليك واحد 4500 درهم ديال الربح. مزيانه تقاسمتي الفرصه مع الناس، عطيتي الفرصه حتى لهاد الناس كل واحد فيهم دار 4 4 4. وهنايا غتلقى راسك بانك الشهر الاول درتي 12 نقطه وفي الشهر الثاني درتي 13 نقطه، المجموع ديالهم هي 25 نقطه. اذا في الشهر الاول ساعدتي هاد الناس انهم تا هما يديروا 4 نقيطات تا هما يدخلوا مدخول، وفي الشهر الثاني هاد الناس تا هما بدورهم داروا عاوتاني 4 نقيطات وساعدتي واحد الشخص يدير ان سي سي. اذا التوتال هي 25 سي سي. اذا 25 سي سي كطلع كيلوغراد. اذا باش نطلع كيأهلك عاوتاني الكراج انك باش تطلع الكراد الموالي اللي هو ماناجر ادجوان. شنو هو الميزه ديال ماناجر ادجوان؟ هي هو تاخذ البرودوي موان 38% كتاخذو موان 43%. واش كاين شي شركه كتعطيك 43% في البرودوي؟ واش كاين شي شركه كتشوف راسك يلاه بديتي معاها وكتقول شوف راه انت غتضرب انت غتحدد الكراد ديالك وغيمكن لك توصل حتى 43%؟ واش كاين شي شركه كتعام معاك كفورنيسور كتاخذ معندها البرودوي وتوصل معاك 43%؟ داكوغ. اذا السيله ديالك السيله ديالك موان 43 ومن كتريكوموندي البرودوي كتبيع البرودوي 43%. كيفاش غنديروا لهاد الكراد؟ تو سامبلومون هادوك الناس اللي معاك حتى هما ديبليكاو راسهم، عطاو فرصه لناس اخرين حتى هما خدموا على دي زوبجيكتيف، وفي التوتال في شهرين درتي 75 نقطه. اي كاليفيكاسيون كتكون في دومو، اي كراد كيكون في دومو، يعني نقول الكراد الشهر الاول زائد الشهر الثاني. اذا باش نطلعوا الكراد الموالي اللي هو ماناجير كتقول لك فور ايفر، اول حاجه عوض تاخذ 43 في البرودوي كتاخذ 48%. البرودوي كيولي تقام عليك ناقص 48% عوض 43%. اذا انت راه كنتي مع الشركه النص في النص. هذا هو الجميل الحمد لله. اذا غتسالوا كيفاش نقدر ندير هذا الكراد؟ تو سامبلومون هذوك الناس ساعدتهم انهم يطلعوا الكراد ديالك ديال انيماتور اللي كنتي فيه في السابق كيموليتيف في 2 موا ولا في 3 موا 120 في 2 موا 150 في 3 موا ولا 4 موا. وهنا قالت فور ايفر فيليسيتاسيون راك في الكراد ماناجر. داكوغ. اذا الماناجر تبارك الله 48% في البرودوي. اذا غندوزو هذا هو الربح المباشر. دابا غندوزو الارباح الغير مباشره. اذا الربح المباشر كيبدا بال 15% وكيوصل حتى ل 48%. هادي انا بالنسبه ليا مع فور ايفر سير الله يخلي الله يجعل البركه. وهذا هو الشيء كنلقاو حنا درنا مثلا في الخدمه كتخدم مع شي حد ولا درنا مثلا كتكون انت كتعامل مع شي شركه كتخدم مع هذا السلعه. اذا عندك لي كان ديريكت المهم. اذا بوغ لاستون راه الله هادي راه يمكن لك تعيش بها وفوق فوق بخير. دابا غندوزو الارباح الغير مباشر. اذا هو دابا الربح الثاني، هذا الربح المباشر غير مباشر شنو هو؟ هو واحد الربح كتعطي لك لاسوسيتي علاش؟ على التفكير الايجابي والعمل الجماعي. التفكير الايجابي والعمل الجماعي على لا فورماسيون اللي كتقدمها لاي واحد، لانه هذا السيستم باش يخدم راه كاين دي فورماسيون. هذاك الشيء اللي تعلمتيه في هاد المحطات اللي كدوزو هما اللي كتفورمي بهم ليكيب ديالك. اذا هنايا بيان سور انت بديتي كنوفيس طلعتي انيماتور ادجوان عندك 35% في البرودوي، وهنايا قالت لك فور ايفر غنزيدك واحد الكوميسيون اخرى. شنو هي؟ اما هي انك عطيتي فرصه لواحد الشخص انه قاد باش انك تعاونو وتكونوا وتاثروا باش حتى هو يولي في حالك،
عندك واحد 20% على داك لو باك اللي كياخذوا نهار الاول بيان سو كتعطيك لا سوسيتي من عندها. الا لاحظتوا معايا هنايا هاد 35% هاد السيد اللي تسبارينا راه نوفيس كاستمر راه زبون جديد، بمعنى كان امكانك تبيع له تاخذ 35%. مي شو قالت فوغ افار نو غنحيد لك واحد 15% من عندك من لا مارج ديالك وغنعطيها له هو. داكوغ لاحظوا معايا مزيان، غنحيد لك واحد 15% من عندك انت وغنعطيها له هو، وانا غنزيد واحد شوف دابا عطيتي 15% وغتاخذ انت 20% على البيع، يبان انه السيد راه بعتي له البرودوي عن طريق لا سوسيت. داكوغ هنا راه الدور ديالك هو المواكبه وتخدم معاه وتقاد معاه لو باك ديالو، يعني جميع كاع الامور اللي عندها علاقه بالبدايه ديال البروجي، وحنا كنعرفوا البدايه كي داير. بون لو غراند انيماتور عوا 35-38، مي هنا فوغيفر خطاتك واحد الحاجه اخرى. كاين شي ناس اللي كتهضر معاهم وانت انيماتور ادجوان كيقول خلينا تنشوفوك داكوغ، وكاين شي ناس كيقولوا واش شي ماشي ديالي، وكاين شي ناس كيقولوا واش دير. المهم راه سمعت هاد الدومين ما صراحه راه كنعرف شي ناس راه بداو ما داروا حتى حاجه. اذا كنسمعوا ناس اللي كيهضروا وما كياخذوش لا ديسيزيون في البدايه ديالك. انت ترقيتي وطلعتي غراد انيماتور الحمد لله، عندك 38% في البرودوي، كتحس براسك اليس في لا فونت، لا ممكن كتدخل فلوس في السوشيال ميديا راك خدام كتبان. واحد النهار قالك اخي راه شفت تبارك الله غادي مزيان كي زعما كلشي راه هو هذاك، راني هضرت معاك من قبل اخويا بما يبين وبيك صح ليا اكثر، صحتي له قالك بغيت نبدا معاك. هنا فوغيفات عوض لك لا كوميسيون ديال 20% كتعطيك 23%، اذا عوض انك تعطيك كوميسيون هنا في انيماتور اللي كتشوفوا هنايا ادجوان 20% لي طون تاعتي غراد انيماتور كتعطيك 23%. علاش كتزيد فوغيفات 3% في نظركم على لي طون ديالك وعلى المعلومه اللي ولات عندك؟ اذا الفوغيفات كتعطيك القيمه ديالك الوقت والمعلومه اللي ولات عندك، لانه باش كيبدا معاك انت انيماتور راه لا فالور ديالك ولا كتزيد تسوى الثمن. عندنا واحد لا كوميسيون اخرى شناهي هي 3% على كل شيف دافير اللي كيديروا ليكيب ديالك، 3% على هاد الناس هادو اللي معاك كامل في المجموعه ديالك. علاش؟ لان انت اللي كتسرع التكوين ديالها وانت اللي كتسرع المواكبه ديالها، واي منتج تباع راه بيان سيغ راه بالمعلومه ديالك وبالمواكبه ديالك. اذا اي منتج تباع من طرفهم لانك انت سهرتي انك تعاونهم، هما تعاونتي هاد لانيماتور جوا باش يربح 35%، مي فوغ افيك تعطيك 3% منين؟ من الارباح ديالها ماشي من الارباح ديالك لا بيرسون. اذا هاد السيد اللي هو انيماتور جوان وانت انيماتور خصو يقول لك الله يرحم بها الوالدين حيت ساعدتيني باش ربحت 35% وما قلتليش اجي اقسم معايا. داكوغ هذا هو الميزه ديال لو كراد، ولا لي كراد غنشوفو جاي ان شاء الله. بون غنطلعو لكراد مانجر جوان، وهنايا تيوقع لينا في البدايات ديالي كاين شي ناس بداو معايا حتى المانجر جوان. علاش؟ حتى شافوا التطور شافوا التغيير، وكان شي ناس كيقول لي هادشي راه ماشي هو هذاك، ولو طون شافوني طلعت كراد مانجر جوان وريتهم البونوس ديالي هنا تاكدوا قالوا دابا انت عشتي التجربه بغا مي بيان سيغ سي لو غوطاج راه هما اللي كيتحملوا المسؤوليه ديالهم. داكوغ مي شنو هي الميزه ديال مانجر جوان؟ فوغ افا كطاك 28% على هاد لو ديماراج ياك لا بيرسون، لانك انت اللي غاتسواكو انت اللي غاتساعدو. وما تنساوش واحد القضيه اخرى، عوض انك باش انت كنتي انيماتور كطاك 3% على لو شيف دافير ديال لي زانيماتور جوان، مانجر ادجوان كتعطيك 8% على لي زانيماتور وكاع ليكيب ديالك كامله كاين فهاد لهنايا اللي مازال ما طلعوش في لوغراد انيماتور. راه 3.8 راه فلوس 3.8 راه كنهضروا على شي فضافير، راه 8% راه على تبارك الله واحد 10 مليون 12 مليون. داكوغ اذا لاحظت معايا ثم طلعت لهنايا مباشره، وباقي الناس هنايا باقي مازال ما استطاعوش انهم يطلعوا لوغراد انيماتور، خدام على دي زوبجيكتيف ديالهم خصهم شويه ديال الوقت. فوغيفا كتعطيك 8% عوض 3، وفي نفس الوقت كتعطيك 5% على لي زانيماتور. مزيان سي تري بيان. هنا غنلاحظوا واحد القضيه لاحظتوا انه باش كنتي انيماتور ادجوان نورمالمون عندك اونطا 2000 و 4000 درهم ديال لا مارج، ما لا موش تربح. باش طلعتي انيماتور عندك البونيس ديالك بين 2000 حتى 6000 درهم، ممكن توصل من 2000 حتى 9000 درهم. ملي كتطلع مانجر ادجوان البونيس ديالك من 10000 درهم حتى 15000 درهم بار مو، هي 10000 15 درهم هي 5% 8% والباغينا غتصاروا 3% هادي هي لافون. اما هادي اللي كنهضروا عليها دابا هنايا الفوق اللي كتشوفوا هنايا هادي عندها علاقه بالبونيز ديالك على شي فضافير اللي كيديروه الناس ديالك اللي معاك بيان سيغ بالمواكبه ديالك. لو كراد مانجر، لو كراد مانجر لا كوميسيون ديالك لو باك 33%. اذا اي شخص تعطي واحد الفرصه وغتساعدو لانه شوف فوغيفا ما حدك انت كتطلع في الكراد ما حد لا فالور ديال لو طون ديالك كتطلع، وما حد المعلومه اللي ولات عندك
غتكون قادر انك تعاون بها اكبر واكثر واكثر داك الشخص اللي غيبدا معك داكوغ. هنا ديما غنرجعوا اي شخص كيبدا راه كيتسمى نوفيس كاستمر، راه زبون جديد كان بامكانك تبيع له، مي فوغ افا تعطي سي فرصه قلتي علاش غنبغي نبيع لك. الله ما خيستافد من هاد لا برومو، استافد من هاد لي برودوي لا غوميز ديالك، وانا اللي عليا هو اللي غنأطرك وانا غنواكبك. وهنا فوغ افا شنو دارت؟ عطات دي بورسونتاج كيف ما كتشوفوا، باش كنتي ماناجر جوان كتاخذ 8% على لي زانيماتور جوان، وني باش طلعتي ماناجر وليت كتاخذ 13، باش كنتي ماناجر جوان كتاخذ 5% على لي زانيماتور، وني طلعتي ماناجر وليت كتاخذ 10، وانت ماناجر مع لي ماناجر جوان 5%. لاحظوا معايا هاد 5 10 13، اذا 5 على لي ماناجر جوان كامل هو ليكيب ديالو كامله، 10 على لي زانيماتور هو ليكيب ديالو كامله، و 13% على لي زانيماتور جوان هو ليكيب ديالو كامل. شحال البونيس يقدر يوصل هنايا؟ بين 20 و 25 مللي غرام بارمو. هادي ما عندها حتى شي علاقه بلافون. دابا كيبقى واحد السؤال، انت بديتي واحد المشروع بلي موايان ديالك بهذوك لي برودوي اللي بديتيهم ديال الدار، ومن عام عام ونص عامين ست شهور طلع كراد ماراجور ويولي عندك الغوفوني بين 20 و 25 مللي غرام. انا كنشوف 20 25 مللي غرام كنقول شنو هي الانفستيسمون اللي حطيتها باش ندخل هاد الفلوس، ولا بغيت ندخل 20 25 مللي غرام شحال خصني ديال الفلوس نحطها باش يمكن لي ندخل هاد الفلوس هادي داكوغ. وهذا هو لافونتاج ديال هاد بلان دو رومينيراسيون. دابا الاول هضرنا عليه والربح الثاني احنا تكلمنا عليه. دابا انا كان شي واحد درنا مثال بغى يتخلص 20000 درهم 15000 درهم في هاد الوقت شي وظيفه شي خدمه، شنو القرايه، شنو الكراد اللي خصو يكون عنده، ولا شنو الدبلوم اللي خصو يكون عنده، ولا بغى يكون عنده درنا مثلا مشروع وكيدخل واحد 20 25 مللي غرام، شنو هو الاستثمار خصو يكون عنده؟ بيان سور المحل، بيان سور خصو تكون عنده الخبره، لانفستيسمون، لو طون باش يمكن يوصل هاد المدخولات. الميزه اللي كاينه الحمد لله فوغ افاغ بلي مويان، يعني عليها كنقولوا عطيو فرصه للناس، عطيو فرصه للناس. راه شحال واحد ما كيحلمش بهاد 20 25 مللي غرام، شحال واحد هو اللي اجا وصل ليها واه كتخلص بهادني واه الا باس عليه تبارك الله. وشي كنت سمعت انا بصراحه كنت كنشوف سمعت واحد كيدخل 20000 درهم 15000 درهم كنقول تبارك الله. اذا هذاك الشيء اللي ما كنت كتقول انك تقدر تقد عليه فوالا مزيان. دابا عندنا تبارك الله واحد يمكن ما كيكون كيدخلوا بين 20 25 مللي غرام، مي واش غنهضر على الوقت، واش كيبقى لكم الوقت حاجه الاولى. حاجه الثانيه شنو كتعطي باش تقدر تاخذ هاد الفلوس هذه، وفوالا هنا كتبقى علامه الاستفهام داكوغ. اذا هذا هو الربح الثاني، الربح الاول هضرنا عليه، الربح الثاني غندوزو للبونيس ليدرشيب. البونيس ليدرشيب هو انك لو طون اللي طلعتي ماناجر، انتما كتلاحظوا هنايا معك دي ماناجر جوان دي زانيماتور دي زانيماتور جوان. دابا هاد الناس هادو شنو لوبجيكتيف ديالك انت؟ هو تشدهم تخدم معاهم تعاونهم باش يطلعوا لهاد الكراد ديال ماناجر داكوغ. اذا ماناجر جوان مع ماناجر 48-43 هي 5%، اذا فوغ افا كتعطيك 5% على الماناجر جوا وليكيب ديالو، ولي لو طون كيطلع عندك ماناجر كتولي 48-48 سي زيرو. حاجه سيرتو بالنسبه لي اول مره غيحضروا معنا الناس راه ماشي بالضروره تفهم كلشي. انا النهار الاول ما فهمتش هادشي حتى لي بورسونتاج راه ما فهمتوش. اللي فهمت هو انني غنبدا وغنولي غنخدم وغنطلع كراد ماناجر ويولي عندي المدخول ديالي بين 20-25 مللي غرام، حتى 15 درهم بار مون راه سي بيان مزيان. هادشي اللي فهمت، وهادشي من بعد غنبدا نفهمو باش هي ما حدو كيتشرح قدامي وما حدي غنبدا نبدا نشرح الناس. واحد لقيتها لقى راسي فهمت حتى هاد لي بورسونتاج، عمليه بسيطه كلشي فاسيل مع الممارسه ان شاء الله كلشي كيتفهم ان شاء الله داكوغ. اذا ركزوا لي على المفهوم ونساو لي الصيغه. اذا ملي كنطلع ماناجر خصني دابا الدور ديالي ونطلع دي ماناجر. هنا فوغ افا كتعطيك المدخول الثالث، المدخول الثالث كيتسمى بونيس ليدرشيب. البونيس على القياده ديالاش هو انك طلعتي اصول، طلعتي دي ماناجر ولا اصول عندك. ملي كتبقى تبني واحد العماره بيان سيغ نو كتبنيها، واحد لقيتها ملي كتسالي بنيش كيوقع كتبدا تكري لي زابارتمون، كتولي كتخلص في الاخر ديال الشهر. اذا هذاك البناء ديالك ديالك السنوات ولاك العام درنا مثلا العامين ديال السنين، انا فوغ افا كتقول لك راك بنيتي لي واحد الاصل اللي ولا هو قائم بذاته ولا قادر انه يسير المجموعه ديالو. واجي نقول لك راه عندك واحد البونيس ديال 20-25 مللي غرام، وانما راك من طلعتي ماناجر راه ولا عندك دي بورسونتاج. لاحظوا معايا مزيان، طلعتي الماناجر الاولاني عندك 6% عوض 5% باش كان ماناجر جوان على لو شيف دافير اللي كيديرو هو وليكيب ديالو كامله. هاد ام ماناجر ان جينيراسيون ان حتى هو طلع صديق ديالو ماناجر، عندك 3% على الماناجر الثاني وعندك 2% على الماناجر الثالث. هاد ليني هادي
لا مويان كتخلي كاش غدا فيغ هما داروا شي غدا فيغ لا مويان تقريبا ب 20 حتى 25 مليار داكوغ هذه ما عندهاش شي علاقه من المدخول الاول والمدخول الثاني بيان سور العطاء ديالك ما وقفش والعمل ديالك المتواصل ما وقفش وساعدتي واحد المناظر الثاني انه يطلع مناظر عندك 6% طبيعه الحال جو بونس سي ميكرو مفتوح الا كان ممكن شي ميكرو راه مفتوح يقدر يتسال الا كان شي ميكرو راه مفتوح بان ليا سي بون شكرا جزيلا العطاء ديالك ما وقفش ساعدتي واحد ليميت ثانيه انه يطلع جراد مانجر وكذلك هذاك السيد عاونتي انه يعاون واحد السيد اخر تبغي يطلع جراد مانجر وكذلك عاونك السيد تاهو يعاون السيد الثاني انه يطلع جراد مانجر دابا شوف عاونتي واحد السيد باش يولي يدخل واحد 15 20 25 مليون بارم اذا اش كنقول الانسان ما كتعطيه حتى هاد الفرصه راه انت غتعاونو ما هو ما غيعاونكش انت اللي غتعاونو باش يطلع لهذا الجراد غتعاونو باش يولي كيتخلص يولي عنده مدخول مزيان اللي كيبقى هو انك لا بيرسون بيان سور توفرو في لي كونديسيون و بيان سور هنا غيبقى الدور ديالك انت كتانفيستي لو طون غتانفيستي اللهم انفيستي مع الا كان هو بيان سور عنده ميم فيزيون ديالك نفس الرؤيه ديالك هاد ليني هادي الثانيه تخليك بين 20 و 25 ميليغرام اذا ليني الاولى 20 و 25 ميليغرام الثانيه 20 و 25 ميليغرام بليس المدخول الاول بليس المدخول الثاني هنا السينيور لا مويان ديال المدخول ديالك كيكون تقريبا بين 40000 45 ميليغرام حتى 50 ميليغرام بارمو 40 45000 درهم حتى 50000 درهم في الشهر مزيان 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 سي تري بيان فلاش جينا سي يونس العطاء ديالك ما غيوقفش لانه هاد ام الاول يقدر يكون الاخ ديالك ام الثاني يقدر يكون السي محمد بالي وام واللي تحت منه يقدر يكون مروان والام الثالث اللي كنشوفو على اليسار يقدر يكون السي زكريا والام الرابع يقدر تكون مدام سعاد والام الخامس يقدر تكون مدام فاطمه والام السابع تكون حنا غاديين هاد لي ليني هادو يقدر يكون كيكون معاك ناس ديغاك كتخدم معاهم على الناس انهم يطلعوا دي ماناجر كتساعدهم باش يوليو يدخلوا مدخول راك نتوما كتعاونوا راكوما دي زوفور ماشي دي دوموندور راك تعطيو الناس الفرصه باش يديروا لاباس لانه باش تدخل في هذا الوقت واحد 9000 ولا 10000 ولا 15000 درهم فينا هي كي غدير ليها ولا بغيتي تدخلها شوف شنو المقابل اللي كتعطيها والتعسفات اللي كتمارس عليك باش يمكن لك تدخل هذه الفلوس وديما ما عمرك كتخدم عند راسك ديما كتخدم عند الناس وهذاك السيد لاش قات لواحد النهار سك لا سوسيتي ديالو ويقول لك اسيدي الله يعاون بار كونتر هنا في البروجي هذا هو الميزه ديالو انك كدير شي حاجه ديالك وانت اللي كتحدد الكراد وانت كتحدد المدخول داكوغ اذا اللي مشينا 20000 وعاد المدخول الاول والمدخول الثاني في وصلنا مزيان اذا هذا مانجر عنده 3 مانجر ديريكت ولا قلنا مانجر اس او عنده 5 مانجر ديريكت شحال غيكون المدخول ديالو ولا قلنا سفير عنده 9 ديال المانجر ديريكت وحنا جايين اليوم ان شاء الله احنا جايين اليوم مزيان اذا جو بونس راكم لاحظتوا معايا دابا هضرنا على ثلاثه ديال المداخل المدخول الاول على البيع المدخول الثاني على المجموعه والمدخول الثالث على القياده يعني كبني انتقاده مزيان دابا غنهضروا على لي غراد داكوغ اذا للطون كطلع مانجر شنو هما لي غراد اللي جايين من مور مانجر علاش كنتكم انا فوغافار هو كاين ان بلان دو كارير ما كتوقفش ها انت كتبدا بديتي كانوفيس كاستمر كتشوف راسك فين باغي توصل انت اللي غتحدد فين باغي توصل وغنقول لكم واحد المساله ما حدك انت كطلع في غراد راه ماشي انت راه كطلع في غراد لا بيرسون اللي خدامي هو اللي غيطلع في غراد هو اللي غتولي حيت انت كتبقى عندك واحد المجموعه ديال التغيرات واحد التطور كبير في العقليه ديالك هو اللي كيأهلك انك تطلع في غراد ماشي لو فيزيك الدماغ لا فورماسيون داكشي اللي كتاخد كتابسورب داكشي اللي كتعلم داكشي اللي كتحضر وداكشي اللي هذاك الفشل اللي طحتي فيه وهذاك لي نون اللي سمعتيه من عند الناس وك الناس اللي قالوا لك لا شي تخربيق ولا شي وهذاك هو اللي كيخليك انك تبدل هو اللي كيخليك انك تتحدى هو اللي غيخليك توصل لهاد لي غراد كامل اذا مور غراد مانجر شنو كاين كاين مانجر سينيور مانجر سينيور عنده بين 40000 حتى 45000 درهم شنو هي مانجر اس او هي انك طلعتي خمسه ديال لي مانجر ديريكت خمسه ديال الاصدقاء عطيتيهم فرصه انك عاونتيهم انهم يطلعوا دي مانجر داكوغ فوغافار المدخول ديالها تقريبا بين 80000 درهم الى ما فوق 80-100000 درهم بارمو مانجر سفير انتما كتشوفوه سعود ديال لي مانجر ديريكت سعود ديال الناس قدمتي لهم فرصه المدخول ديالك كيديباسي 15 مليون في الشهر 15 20 مليون في الشهر مانجر سفير ديامو
17 صديق ولا 17 يعني شخص قدمتي له الفرصه هذه يعني. قدمتي له فرصه بجميع الطرق. كان في الاول رافض الفكره، كان في الاول كيقول هادشي ماشي ديالي، وتبارك الله عليك ساعدتيه وقفتي معاه على اساس انك تبدل له الفكره لانه ما كانش فاهم كيما انت ما كنتيش فاهم، وعاونتيه وبدا المقاوله وواكبتيه بجميع الظروف ديالو بالوقت ديالو بهذاك اللي السلبيه ديالو بجميع وقفتي معاه انك طلعتي مناجر. اذا باش طلع 17 مناجر ديريكت فوق هذاك تقول لك سيدي ضروري سي لا ريكومبونس انك طلعتي لي 17 قائد 17 يعني اونتربرونور اللي هو اوتونوم فوق هذاك المدخول ديالها هاد السفير ديامون كي ديباسي 30 مليون 40 مليون حتى 50 مليون يعني حنا كنقول بين 30 25 30 35 وطالع 40 مليون في الشهر. هذه سفير ديامون، ما غنهضروا على ديامون، هي 25 مناجر قدمتي لهم فرصه وعاونتيهم وساعدتيهم انك طلعتيهم معاك ديغيك داكوغ. هاد 25 مناجر 25 اصل فوق هذاك يمكن لك تدخل لك الساعه المدخول بيان سو عندك ان ريزو اللي هو اكتيف من 50 مليون الى ما فوق 100 120 130 140 150 مليون. لانه هنا كنهضروا على اصول، وكل مناجر تبارك الله كيفاش داير كلش كيشتغل، واش هو كيخدم عليه التشالنج غنتكلموا عليهم ولا لا، كيفاش داير له شي فضافير ديالو. مي ليسونسييل عندك انت كنتي اصل يعني تبارك الله عليك برو، غتستنسخ اصول بروفيسيونيل داكوغ. والصافي سالينا بيان سور نو، مازال دوبل ديامون 50 مناجر قدمتي لهم فرصه، 50 شخص قدمتي لهم فرصه، هاد 50 شخص المدخول ديالك كي ديباسي 200 مليون في الشهر. تريبل ديامون 75 شخص. اش كنقول لكم الاخوان ما تحبسوش من تقديم الفرصه، لي ديامون راه قلال راه 2%، اذا هضرتي مع جوج غتلقى جوج، هضرتي مع 100 غتلقى جوج، بمعنى هضرتي مع 10 وعييتيك نو هضر مع 100 باش تلقى جوج، جوج ديال لي ديامون داكوغ لي 2%. هاد جوج ديال الناس هما الناس غيكونوا فحالك، لانه فعلا فوغ افاغ بينات ليا سبحان الله العظيم بينات ليا اني بحال كتقشر كتقشر على المعدن ديال الانسان. زعما هادشي كنقول لكم دابري ليكسبيريونس ديالي. كاين بزاف ديال الناس عا كيتشكاو اشكا وهاد الظروف وهاد الباتروك تا واش باغي تزيد القدام بغيت تغير حياتك باغي مستعد واه ما نعرف دابا عرفتي والله العظيم لقيت عندي التليفون عندي خاسر عرفتي راه بغيت نحضر ساعه كان فيها النعاس واش عرفتي راه ما صراحه بغيت نحضر وساعه الكونيكسيون سالات ليا واش مازال لي زيكسكيوز راه ما كاين ما اكثر من الضرب اللي انت عايش فيه باش تبقى دير لي زيكسكيوز سي لو طون فوغ ايفر. واه سمعت شي ناس بداو ما داروا حتى حاجه وما سمعتيش الناس اللي كيهضر معاك السيد كيهضر معاك راه تبارك الله نجح دابا واش غنتبعوا سبعوا الناس اللي سقطوا في الباك ولا الناس اللي نجحوا في الباك اي فوالا هاد لي جون كنلقاهم بزاف كنلقاهم بزاف ناس اللي هما الله يحسن العوان اثرت عليهم السلبيه بحكم التربيه ديالهم ترباو بحكم التلفازه بحكم الخوف المخاوف ديال الناس. تخيل انك واحد كيكون عنده راس المال ديالو ولا هضره كتلاقى معاك ويلي فوق ويليك شي ما دارتو خالتي دارو ود خالتي دارو ود عمي هاك شي راه منوره شحال حد واش انت درتيه لا 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 واش جربتي تخوض لا لا واش ما كاين داير والو شنو كتلقاه كتلقى كيفهم كلشي الطلام الخشب الطوموبيلات كتلقى كيفهم الديور كيفهم قسم محمد بالي كيفهم كلشي لا قسم محمد كيفهموا كلشي كتلقى كيفهم كلشي. وهاد الناس هادو هادو شنو كيقولك هادو سي كيقول كيتسمى عندهم واحد السميه عبد يونس سي زكريا غنقاطعك على هادي غنقاطعك ها واحد هادوك الناس واحد خويا نيت هضرت معاه وقال لي انسان سان 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 صح حي 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 هاني قالك هاني قالك شو دابا انت غادي في الطريق الصحيح سي زكريا شي انا كيجوني هاد لي غوتو كنقول الناس غادي في الطريق الصحيح حيت لي ما تلاقاش غالبا شوف لي ما تلاقاش مع هاد الناس عرف بانه راه غادي في شي طريق ماشي هذيك حيت من الطون كنطل في روتروفيزا ديال الطوموبيل حيت هو كنتابعني ولا طوغ نطول غنلقى في طروفيز وزكريا ما تعبانيش كنقول ناري ملي داز زكريا ياك ما شفتش الطريق ديال برشيد وانا غادي لمراكش انا وياك. اذا هذا هو العمل هذا هو الجميل اذا ردوا البال لي سلبيين واي واحد تلقى سلبي قدامك ولا اي واحد تلقى كيقول هادشي ما منوش وهادشي ما كذا اجي طلع طلع على البون دومينيغاس. بون انا بالنسبه لي البون دومينيغاس ما كنشرحوش اي واحد ما كنشرحو لا بيرسون اللي هو مستعد ما يقدرش تروحوا لاي واحد علاش لانه فعلا خصو يكون ديجا واجد ا بيرسون واجد
يمكنش تشرح لشي حد هو مازال ما واش لان غتخسروا. هو راه كيشوف كيبان له الشيء راه ما ربما ماشي ديالو. اي سونتيريون سونتيريون عندنا واحد اللي طالع سونتيريون تريبل ديامون، عندنا رولف كيب، عندنا واحد السيده فلاشين، عندنا ناس اللي داروا لا سونتي داروا تريبل ديامون. مي سونتيريون عندنا ريكس مون ولا سونتيريون 100 مانجر ديريكت. يا سلام على سونتيريون. علاه انا ما كنحبسش من العطاء وفريمون بعض المرات كاين شي اصدقاء ولا كندخل فيهم نيشان كنقول لهم جمال اخوان نتوما اصدقاء ديالي عزاز عليا وعارف بانك الوضعيه اللي عايش فيها راه شوف راه راني كنقدمك لوبو انا باغي نعاونك داكو علاش حيت فهمت شويه فوغابا فهمت السيستم فهمت انه الابعاد ديالك. سونتيريون 100 مانجر ملي كنقولوا 100 مانجر المدخول ديالك 300 400 مليون 500 600 مليون في الشهر صافي مزيان. وهاد لي بيس اللي كتشوفوهم راه الذهب وهاد الحجرات ديال ديامون الاخوان ماشي قزير ماشي زاج ديامون. اذا فوق باش شوط باكلاطه لا فالور هاد البيس اللي غتعطيها لك بالذهب وفيالو ديامون داكوغ. اذا هذا هو البلان د كارير اللي كنتكلموا عليه ديال فوق باش بيان سور. هذا هضرنا على لي غراد دابا غنهضروا على التشالنج الربح الاول الربح الثاني الربح الثالث. هضرنا على لي غراد يمكن لك انك توصل ان شاء الله مستقبلا. ودابا نهضروا على اول تشالنج درتو لنا فوق باش من غير هاد المداخل اللي دخلتي. دابا نهضروا على مخططات ديال فوق باش وكيفاش يمكن لك انت تخدم على التشالنج لانه فعلا اللي ما كيخدمش على التحفيزات بيني وبينكم غيرجع للصالير داكوغ. وفوق باش عطاتنا دي تشالنج باش تخليك انك ديما متحفز ديما تخدم وديما تبقى ديما في العطاء انك باش تعاون الناس. اذا لو بغيتي تحقق هاد التشالنج تلاقى هاد الكراد هو انك عاون الناس. اذا التشالنج الاول كيتسمى فوريفر تو درايف في ثلاثه المستويات. المستوى الاول 400 اورو في الشهر لمده 3 سنين. المستوى الثاني 600 اورو في الشهر لمده 3 سنين. المستوى الثالث 800 اورو في الشهر لمده 3 سنين. كيفاش كنديروا ليها؟ درت واحد لو شيفر دافير تاع المجموعه ديالك 50 سي سي 50 سي سي ضربوا 3450 غعطيك واحد لو شيفر دافير بانك انت والمجموعه ديالك درتي 50 نقطه فوا 3450 ثمن البيع. الشهر الثاني طلعتي 100 نقطه والشهر الثالث طلعتي 150 نقطه عندك 400 اورو في الشهر لمده 3 سنين. دستي هذا دستي مباشره نيفو 2 درتي 75 من موراها نقطه في الشهر الاول 150 في الشهر الثاني ولا اوبيا درتي مباشره 225 نقطه من 150 ل 225 اذا دخلتي نيفو 2 ولا دستي مباشره 300 نقطه اذا دخلتي مباشره نيفو 3. انا غنعطيك فوغ افار 800 اورو في الشهر لمده 3 سنين. الحمد لله مع فوغ افار باقا نعقل نيفو 400 اورو شفت به التوارك ديالي وعاودت نيفو 1 المره الثانيه خلص لي عرفتي الطرف الثاني. اذا كنت درت انا كريدي غراتوي ديال 50% يعني دفعت تقريبا فوق 20 مليون و20 مليون كانت دات كريدي غراتوي وكانت فوري واتو داي درتها المره الثانيه هي كملت لي عاودت لي خلصت لي التوارك. ودرت نيفو 2 الحمد لله في شهر 11/2018 ودرت نيفو 3 في شهر 12/2018 وهذا نيفو 3 شريت به الكوكسينا كدوزيام فواتير. اذا التوارك الحمد لله في الكوكسينا اللهم لك الحمد على دو فواتير اللي ما عمرك كنحلم بهم صراحه. انا كنت ديما البلافون ديالي كادي كنت كنقول غنشري كادي كانت عندي ديك الساعه جوج طوموبيلات عندي كوك عندي سميتها اي اكس كنت شريتها ب 2 مليون فرانك وكان عندي الكونغو هذه هما الشركات ديالي كان عندي جوج طوموبيلات من بعد تبعت الصغيره بقات عندي الكبيره. ونهار كنت فوغ افار درت الحمد لله اوبيرين سينيا الحمد لله من الفلوس ديال فوغ افار ومن مورا الحمد لله درت نادلو تشالنج درت دو فواتير الحمد لله ومازال الخير كاين ان شاء الله. دابا غندوزو للبيز الثاني مع فوغ افار والتشيرمان بونيس هي مكافاه الاداء العالمي السنوي البريم ديال العام. كلشي كيحماق على البريم وهنا فوغ افار قالت لك اسيدي ما كاين حتى مشكل خدمتي ربحتي الربح الاول في لافونت ربحتي الربح الثاني على لا فورماسيون ربحتي الربح الثالث انك طلعتي دي مانجر ربحتي الربح الرابع هو التشالنج ديال فوري واتو درايف مخطط شراء سياره قري الوليدات تخد كدوز باغمو دير بها اللي بغيتي. دابا هادشي كامل درتي راه شيفر دافير ملي حققتي واحد لو تشالنج اللي مرتبط بهذا الشيفر دافير اللي هو كيتسمى تشيرمون بونيس نيفو 1 نيفو 2 نيفو 3 فوغ افار كطيك لو شيك. وهنايا كيما كنشوفو السي عبد الهادي تبارك الله خدا 6 مليون 6.670 دولار لي تبارك الله تقريبا جاي واحد 7 مليون تي تي سي. انا الحمد لله خديت واحد 10000 دولار لي تقريبا جاي واحد 11 مليون 700 فرانك. والسي حسن داد اللي هو 47 مليون يعني تقريبا جاي فوق 50 مليون تي تي سي. هذه الحمد لله كانت 2018 و2019 انا والسي حسن درنا تشيرمان درت تقريبا اكثر من هذا العدد. هذا علاش انا كنشوف كل شيفر هنا مباشره شنو هو كل شيفر والرقم عندي بالنسبه لي سي نجاح ديال المجموعه ديالي. تبارك الله عندي اكثر من 20 مانجر في المجموعه ديالي وهذاك النجاح ديالهم لا ريكومبونس ديالك كتقول فوغ افار نو انت عندك اسيدي عندك لا ريكومبونس ديالك. عليها اخر حاجه تفكر فيها هو الربح اللي خصك تفكر فيه شنو هو هو الناس انهم يربحوا. تلقى راسك
واللي عنده شي ميكرو مفتوح ممكن يسدو راجز بوكم حتى ممكن شي واحد عنده ميكرو ديالو مفتوح وانا استسمح داكوغ. اذا غندوزو لهاد النيفو 1 نيفو 2 نيفو 3 في تشيرمان بونيس. نيفو 1 واش معايا ياك؟ نيفو 1 هضرنا عليه، لاحظوا معايا نيفو 2. نيفو 2 كيديباسي 100 مليون، نيفو 2 كيديباسي 100 مليون، يعني عاد طالع من 70 60 70 وانت طالع داكوغ. هذا هو نيفو 2، هذا بريم ديال العام. نيفو 3 كنهضروا على 400 500 مليون 600 مليون 700 800 900. هاد السيد كتشوفوا قدامكم، هاد السيده سينيمي غودار 2 في يوكي جيليت جون كورتس، ونيفو 1 سي روف كيب هو المدام ديالو. روف كيب بدا في 95 كان كوميرسيال، وجيليت شنو كانت كدير؟ جون كورتس جيليت كانت راعية ابقار او راعية خيول في لونجلوتير، عندها جوج ديال الوليدات وكانت مزوجة وطلقات. علاش طلقات؟ حيت راجلها كان داير عليها داكوغ واحد التعسف، طلقت منه، مشات لندن تلاقات مع جون كورتس. جون كورتس عنده جوج ديال الوليدات، حتى هو كان مطلق، تزوجوا بعضياتهم، هو يجيهم الخير ديال فوغيفا، تلاقوا مع فوغيفا للطول، تلاقوا مع فوغيفا خصو تبارك الله من راعية خيول من ظروف من وضعية اللي هي فريمون ملي كتعاود لنا على القصة ديالها صراحة والله إلا الدموع ديالنا كيهبطوا، حيت فريمون تبارك الله. وهاد السيدة نقول لكم الدماغ ديالها كيساوي 761 مليون الدماغ ديالها، يعني استطاعت أنه تبارك الله ديفلوبي لي كومبيتونس ديالها، خدمت على راسها. ومسيرو الكيب الشاك ديالو كيديباسي مليار، يعني خدا الشاك مليار 300 مليون ونص، سينيمي غو ان في العالم. منين؟ المانيا. وفين عنده ليكيب ديالو؟ المانيا نو، لابو جيليت في العالم، اكثر 160 دوله، خمسه ديال القارات. هاد الناس تبارك الله برهنوا على العطاء ديالو، عطاو تبارك الله عليهم. وكيف ما كتشوفوا هاد لي شاك، حتى حنا بيان سو حنا جايين، حتى حنا رحنا في البدايه داكوغ. اذا هادوك الناس اللي كيقول لك راك الشراء ما منوش، راه ما شنو شاف بصح راه ما منوش، هذاك الشيء اللي عارف راه ما منوش داكوغ. اذا غندوزو للربح الثالث او التشالنج الثالث داكوغ، هو كيتسمى سي دو فواياج بارون، جوج ديال السفريات في السنه مدفوعه بالكامل، طياره لوتيل اي لارجون دو بوش بور دو بيرسون، دو بيرسون ليك والعزيز عليك داكوغ. كيفاش كتحقق هذا التشالنج؟ هذا كاين ايغل ماناجر وكاين جلوبال رالي، كاين ايغل ماناجر والجلوبال رالي. الا درتي تشيرمان بونيس راك صافي ربحتي الفواياج، ولا ما درتيش ايغل ماناجر ولا درتي تشيرمان بونيس درتي جلوبال رالي، الكونديسيون ديال واحد 1500 سي سي، يعني لو شيف دافار اللي كديرو في السنه كيأهلك انك تشير الفواياج. ايغل ماناجر عندك 4 ايام مدفوعه بالكامل، اوتيل خيال علمي. شنو هما لي فواياج اللي كاينو من قبل؟ كانت سنغافور، كانت لا سويد، كانت دالاس، فينيكس، كانت جنوب افريقيا، كانت دبي، كانت سميتو واحد كروازيير بين مونتي كارلو روم وبرشلون، كروازيير خلاص فوغيفر واحد الباطو. كل مره فوغيفر كتفاجئنا بشي دوله، وهذا العام كانت تكون سيدني، انا كنت مؤهل الحمد لله لهذا الفواياج هذا، مي بحكم يعني لهذا الكونفينمون هذا الفيروس ديال الكورونا، فوغيفا حفاظا على الصحه ديال المقاولين ديالها انيلات البروجي، وانما ماشي انيلاتو قالت صافي نو صافي هادشي عطى الله وشي الدنيا كما كيديروا بزاف ديال الشركات وهادشي عطى الله نو، روبورتات لينا الفواياج لباتايا وقالت لا ما بغيتيش تمشي لباتايا عطيوها الفلوس كاينش مشكل. فلوس شنو هو ديال الفواياج ديال السفاريه بلس لارجون دو بوش تقريبا شي 2000 اورو تقريبا اي بلس. انا فضلت انني الفواياج، انا الفلوس اصلا كتمشي وكتجي داكوغ. اذا 4 ايام ايغل ماناجر، وفي الجلوبال رالي كتوصل حتى 7 ايام داكوغ. وهنا في الجلوبال رالي كتاك فوغافير تقريبا على حساب لو شيف دافير ديالك، اذا 800 دولار ولا 800 اورو كتعطيك لارجون دو بوش، دابا كلشي خالص لارجون دو بوش، وما حدك حتى كطلع في المستويات، ما حدك انت لو شيف دافير ديالك يطلع
كيمشي على حساب لاجون دو بوش ملي كيوصل حتى 12 مليون و500 لاجون دو بوش هذا ديال 12000 درتي 12500 سي سي في العام كتوصل لك 12 مليون و500 لاجون دو بوش ملي كيدير 12500 بيان سور البونيس ديالو تقريبا واحد 600 مليون واحد 500 مليون 400 مليون في الشهر داكوغ كتخش بالك هاد الساعه اي فوالا دابا زعما لي صافي السيونس اه بس سي محمد الفاري ما كانت قويه سيونس اه قول مشينا يونس علاش خلاص هادشي اللي عطيتي ديال بلو ماركتينغ وي فريمون سي تري انتريسون هادي اللي غتجبد لينا الودنين هادي كون كان صحابني غديرها كوش سجلتها سيونس في الاستوديو اخويا مرحبا خيا وهادي الفيديو كاين الحمد لله الفيديو كاين هو دابا من طون غنساليو ان شاء الله